للمزيد حول المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات في قرية التشايلا بقضاء الخالص في محافظة ديالا، تنضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الناشطة في حقوق الإنسان آمال الضفيري. أهلا ومرحبا بك أستاذ آمال. أهلا ومرحبا، مساء الخير عليكم. مساء الأنوار. شهدت جريمة قضاء الخالص إعدامات ميدانية للضحايا على مرأى ومسمع من الأهالي، ما هو التوصيف القانوني والحقوقي لهذه الجريمة؟ نعم، بالحقيقة التوصيف القانوني ذكرته حضراتكم أنه هو تطهير عرقي لغرض تغيير الديموغرافي بهذه المنطقة، وخاصة إذا نعرف أنه منطقة ديالى ومحافظة ديالى هي تحت سيطرة المنظمة الإرهابية، منظمة بدر الإرهابية من زمان، ومحافظة ديالى هي من حصة منظمة بدر. نعم. هل ديالى مستهدفة من الميليشيات تحديدا أم أنها جزء من حالة الاضطراب الأمني الذي يلف العراق منذ عام 2003 وحتى اللحظة؟ ديالى مثلها مثل جثة الصخر، ما لها علاقة بالاضطرابات الأمنية. ليش بعض المناطق آمنة؟ ديالى الكل يعرفها على الحدود مع إيران، وبالتالي هي من حزام بغداد، فهي أصلا ممر جدا مهم لتجارة المخدرات، هذه أولا. ثانيا، بما أنه هي مجاورة لإيران ومنطقة استراتيجية، فمن الأفضل أن يكون فيها تغيير ديموغرافي وتطهير عرقي بهذه المنطقة. إذا كانت الإعدامات الميدانية تعد من جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني، فبأي عين تنظر إليها الحكومة برأيك في وقت لم تحرك فيه القوات الأمنية أي ساكن لاستغاثات الأهالي؟ هل ثم التواطؤ برأيكم؟ بالتأكيد هناك تواطؤ، لأن الإنسان المدني أو الأهالي العايشين بمناطق مدنية واللي هي مو مناطق عسكرية، هذا من مسؤولية حمايتهم، من مسؤولية الدولة وليس من مسؤولية المواطن نفسه. فكان تواطؤ من القوات الأمنية، وأنا يعني حسب ما يعني قرأت وعرفت انه القوات الامنيه قبل يعني يوم او ما اعرف بالضبط، ما اقدر اقول، انسحبت من هذه المنطقه. فبالتاكيد كل مجزره تصير وكل تطهير عرقي يصير فهو بتواطؤ من القوات الامنيه. وكما قلت انه هذه المنطقه تابعه لمنظمه بدر وميليشياتها الارهابيه بهذه المنطقه. الحكومه نفسها ما تقدر، عندها القوات وعندها الإمكانية لكن ماكو إرادة. إذا ثبت تواطؤ القوات الحكومية بشهادة النائب عن ديالى رعد الدهلكي بتقاعسها عن الدفاع عن الأهالي، فمن المسؤول عن دم هؤلاء الضحايا الذين قتلوا قانونيا؟ بالتأكيد حكومة السودان، بالتأكيد القوات الأمنية تتحمل طبعا، وأنا دائما أقول أو بالتأكيد الاحتلال الأمريكي يتحملون مسؤولية هذول الضحايا ومسؤولية كل إنسان يتوفى أو ينقتل لأسباب طائفية أو عرقية أو أي شيء. مسؤولية الدولة مسؤوليتها تحمي المواطن المدني وما يتعرض لأي ميليشيا أو جرائم كل أنواع. نعم. هذه الإجراءات التي تتصادم مع قوانين حقوق الإنسان في العراق والعالم أجمع، لماذا لا تتحرك المنظمات الحقوقية الدولية والأممية لوقفها، خصوصا وأنها تتكرر منذ سنوات؟ كل المنظمات الحقوقية اللي بالأمم المتحدة بمجلس الأمن كلها، حتى اللي هي غير حكومية كلها مسيسة. كان تحركوا على المجازر اللي ارتكبها حافظ الأسد، كان تحركوا عن المجازر اللي ارتكبها الصين، كان تحركوا عن المجازر اللي صارت بالعراق القديمه. يعني هذه هي مو اول مجزره ولا راح تكون الاخيره. المنظمات الدوليه منظمات مسيسه، يوم اللي تتحرر من هذا سيطره القوى العظمى راح ممكن تتحرك. يعني انا بالنسبه لي يعني قاطع الامل باي منظمات انسانيه. المسؤوليه هي مسؤوليه الحكومه العراقيه واللي متمثلة بالسيد السوداني. نعم. نعم، من ستوكهولم الناشطة في حقوق الإنسان آمال الضفيري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.